سلطان أحمد بن السليم أو أحمد حشركدة دي بي وول إلا قالي يهي دالك إمارات كعربتها أي مركي وريسي كهذا شيء خلاف كدولة فضر عالك أه إيا شركة دي بي وول اللي وريقست دا كده مقالة دا بربرا سلطان كايا وحا وشيغي إنسو مالان إن أي دل مدح بنانتهي مدولة باتانية تضبا سنة أه سيدا ستر تينا دي بي وول أي سن وجوجين كرين مشاريع دا أي كوضو سومالان هذا الكدولة فضر عالك أه وأكن إسوغو كهلا يا أجاسمها قود إيا شركة دي بي وول تصرح بالحكومة الاتحادية لا يعنينا وحكومة أرض الصومال دولة صالة مستقلة نما قصيو وحا إليه هاي دولة فضر الكا صومال اللان ودولة مدح بنان لباتن إيه سديت سنو وميل حسلوني أه ديمقراطية كجرتو مشروعنا وحو هلي وقلان شاها بارلمان كا صومال اللان ما أولي كرتو إن هاي حكومة فضر الكا وحبدشو أما هذا الله أي جيديان أو أن أجوجينينو مجرتو أيو يري مدحا شركة دي بي وور أو لها اللي ورباهن إمارات كعربتا على أرض الواقع إلا مجرد تصريحات هم لا نستطيع أن نوقفها أما على أرض الواقع إحنا مستمرين وملتزمين بهذا المشروع و